درس جديد آخر على مبدأ الترندات. دحين الفخارية طاح، أسس قاع بدأ يطلع في موجة صاعدة، زي ما معيشكم الأيام دي أنا مع الشركات، رسم الفخارية لي مسار صاعد. أنا دحين شغال في الفخارية هنا، يو كسر الترند، يا وين كسر الترند، بعت ماركت. السار في الفخارية لما خرج عن المسار طاح، حلو، سقطت السكينة فكسر القاع وانحرف السهم. أنا قيدي شرت من كسرة الترند، الترند ما يفرند، أنا دخلت على ترند فرعي وأنا عارف نفسي إني في اتجاه هابط، لأنه كان عندي قمة أدنى من قمة، يعني عندي مثلث، وهذا شغلنا كل يوم بالشارتات على اليومي. لا يكسر ترندكم، أي شركة بنت ترند لا تكسر ترندها. طيب واحد في الفخارية قاعد في التسعينات طالع السهم معه، بدأ ينزل السهم، ما قدر، خرج عن المثلث، الشارفي كسر طاح. وين راح؟ راحين. جاء واحد هنا قال لك يا عمي أبغى أركب المعاء، والله شايف ترند. طيب ركب الفخاري ورسم الترند كده، حلو. شوفوا رسمة الترند دي هتخدمه بإيش؟ هتندره من السهم قبل ما يروح للقاع، وعند القاع هو وحظه حينكسر ولا ما حينكسر، عشان يروح يختبر الترند ما تدري انت. فالمضارب من فين انتبه للسلبية؟ من الترند الآن حق الفخارية اللي عايش فيه الآن. فلو جاء الفخارية كسر، كيف تقبل تقعد في السهم ده؟ تقول لي رخيص نازل من 132، سلم لي على كلام زي كده، يأكلك تبين الكلام ده. ما في إنه والله نازل من 132 وعند السبعين رخيص. مين قال لك إنه السبعين رخيص؟ ما السهم وصل 33 في تاريخه. ها؟ انتبهوا للمصطلحات دي. والله نازل كثير السهم، نازل كثير، طيب برضو طالع كثير يا أخوي. يعني لذلك أفهموا القواعد هاي. لما يقول لك الترند ما يفرند، أنا ركبت في موجة فرعي، أنا ما زلت أعتبر نفسي ده ماشي. طيب خلينا نقول لكم حاجة تانية، الشطارة لما كسر الترند وطاح سهم الفخاري، كيف الواحد ممكن يحترف الدخول في السهم من القاع وهو هابط؟ في حاجة برضي فتكم فيها دائما أسوي لكم هي أنا، بس سبحان الله مع كثرة الأشياء دي أنتوا سبحان الله تتناسوا الأمور دي. لما كسر الفخاري، غير إنها منطقة منتصف القناة، فلنفترض إني أنا مني شايف، ما عندي داتا، أنا عايش على الداتا دي من كورونا إلى الآن، إيش لازم أسوي أنا؟ أنا كسرت المثلث، تمام؟ ترسم، الله أكبر، مو هذا عندي قناة؟ هاي شوفوا إيش سوى. طبعاً في نوفمبر كسر القناة، فكانت إحدى المعطيات الفنية وهو سلبي. إيش ردوا؟ ردوا اللي أكبر من ده الكبير، بس بمجرد رجع دخل في وسط القناة أتعامل معه على أساس إيش؟ أتعامل معه بجدية إنه هو فوق قاع القناة. هذه الحركات اليومين دي مع سهم مين بننظر لها؟ كسر القناة رجع فوقها، مدام رجع فوقها خليك معه، لو أغلق تحتها انتبه لا يجرك. مين هو السهم دا اللي عند قاع القناة وبيطلع فوقها وينزل ويلعب عنده؟ مين؟ اليوم أنا بتكلم عليه يا ناس. في سهم عند قاع القناة، الأركان، مين أخوه في القطاع؟ مين قائد القطاع؟ شفتوا كيف؟ والله حتى عشان أوريكم إنه أنتم مساكين. جبل عمر يا أبو محمود، جبل عمر، جبل عمر، تكتب لي إعمار، جبل عمر في قاع القناة. نرجع لموضوعنا في الفخارية. الآن أنا الآن اللي مريح ملاك الفخارية إيش هو؟ وجودهم داخل القناة، تمام؟ وعينهم على إيش؟ على الترند الصاعد. معناه لو جاك الآن الفخارية فكسر الترند، حيكون كسر إيش؟ كسر القناة. شفتوا كيف المعطيات الفنية تركب على بعض؟ فلو جاء واحد قال أنا طلعت من الفخارية لأنه كسر الترند، لا يا حبيب، لأنك كسرت القناة كمان. شوف كيف المعطيات تمشي، كيف نقبل على أنفسنا نقعد في أسهم زي كده بهذه الصورة الفنية؟ لا
لو تعلمنا زي كده ما نتعلق في السوق ونحترف فن وقف الخسارة. واللي يقول لك إنه ما أنا ما أوقف خسارة والأسهم ما تأكل ولا تشرب غلطان. هذه العبارة ما تنقال في شركات زي هذه مضاربية مكرراتها عالية أو خسرانة أو لا تستحق أسعارها. والله أنا تعلقت والله الأسهم لا تأكل ولا تشرب. عجيب، لا تأكل ولا تشرب ليه يا أخوي؟ أنت داخل لي في سهم ما شاء الله يوزع لك ريالين قيمته 10 ريال و15 ريال، تقول في أم التحليل الفني أنا خليني مالي. إذا كان والله السهم بهذه المواصفات كنا نقولها في التعمير في يوم من الأيام والسهم لسه ما اخترق، كنا نقولها في الإسمنتات. والله يا أبوي الإسمنتات لا تأكل ولا تشرب، خلينا متعلقين بتنقط لنا. لكن في الفخارية بسعر 70، إيش عنده ب70 الفخارية؟ عنده 5 ريال؟ عنده 4 ريال مقابل السعر ده يعطيك هو عشان تقول لا ما وقف الأسهم لا تأكل؟ طب إيش يضمن لك ما يوديك السهم ويدخلك في موجة هابطة وهي أقعد سنة وسنتين استنى تجيك موجة جديدة؟ شوفوا مسكين الفخارية اللي تعلقوا، شوفوا المنظر يا جماعة ده، أتخيلوا اللي تعلقوا في الفخارية في يوم من الأيام لما كسر الترند الصاعد هنا، شوفوا مساكين. هذا الكلام متى صار؟ في 2016. من 2016 الرجل متعلق ب90، يلا ما في مشكلة خليني جالس الأسهم لا تأكل ولا تشرب. ومن عام 2016 إلى 17 سنة، 18 سنتين، 19 3 20 20 4 سنين. بعد 4 سنين يريد الله السهم يخترق ترند هابط ويدخل في موجة صاعدة. وبعد 4 سنين جاله راس المال، قديش فرص راحت عليه في السوق وقديش جلس الرجال. وهذا إذا ما كان تعب نفسيا بعد سنة وسنتين يوم شاف فلوسه من 90 ألف، لو عنده 1000 سهم شاف فلوسه قدام عينه ب40 متاكلة وانزنق واحتاج ياخد فلوس، فراح باع نص الكمية يبغى فلوس، أو قال خليني أحافظ على فلوسي. وهذا درس من الدروس المستفاد.